من القاعات الصغيرة إلى القاعات الملكية الفاخرة، أتمت جامعة الدول العربية اليوم عامها 75. أكثر من نصف قرن من الاجتماعات والقمم الطارئة والمكوكية أسفرت عن سجل حافل بالكوارث. جامعة عربية لدول تبلغ مساحتها حوالي 14 مليون كيلومتر مربع، و400 مليون مواطن يمتلك معظمها أضخم ثروات الأرض، لم تمنع خلال نصف قرن من التأسيس من إضاعة وطن برمته خلال النكبة عام 48. نصف قرن تخللها حروب ومجازر، واحتلت خلالها عاصمتان عربيتان هما بيروت وبغداد. على أن سبب عجز هذه المؤسسة قد يختصر بفكرة التأسيس نفسها، ففي العام 41 ألقى أنتوني إيدن وزير خارجية بريطانيا آنذاك خطابا دعا فيه مفكري العرب والشعوب العربية إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لتعزيز الوحدة فيما بينهم. ولمن لا يعرف، إيدن هو نفسه عراب العدوان الثلاثي على مصر إبان تأميم قناة السويس. فبعد عام على خطاب إيدن، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى نحاس كلا من رئيس الوزراء السوري جميل مردن بيك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشار الخوري للتباحث حول فكرة إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة لها. أرادت سوريا اسم التحالف العربي، فيما فضل العراق اسم الاتحاد العربي لترسو التسمية فيما بعد بناء للاقتراح المصري على اسم الجامعة العربية. وفي العام 45 انتخب عبد الرحمن حسن عزام المصري أول أمين عام لجامعة الدول العربية. أيها العرب، أنتم أمة المستقبل، وما أنتم فيه الآن من بلبلة وضعف ما هو إلا المخاض قبل الميلاد والبعث الجديد، فعليكم أن تدركوا عظم ما أنتم مقبلون عليه. وبعد عزام بقي منصب الأمانة العامة حكرا على المصريين، باستثناء اختراق واحد كان من نصيب التونسي الشاذلي القليبي عام 79 ليعود الكرسي من جديد إلى المصريين حصرا، وصولا إلى الأمين العام الحالي نبيل العربي. على أن احتكار المصريين ليس أغرب ما حصل في الجامعة العربية، إذ شهدت قاعاتها صولات وجولات من الغرائب، وإذا كان لابد من تنصيب نجم لها فاللقب سيكون حتما لمعمر القذافي. في أرضه اخرس يا صغير يا عميل، اخرس يا كرد، اخرس أنت أمام العراق، أن على الله أبو شاربك، أنت أمام العراق. بل هو أحسن مني في ملي الفراغ لأسباب تعرفونها. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه، قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق، راح نتفرج لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم، ما كان أحد ليعرف أن القذافي توقع مصيره ومصير زملاء له في إحدى اجتماعات القمة، لكن الحادثة هذه لا تقارن بالحدث الأكثر تأثيرا خلال اجتماعات القمة العربية، وهي المصالحة التي رعاها الرئيس جمال عبد الناصر بين ياسر عرفات والملك حسين بعد أيلول الأسود. أتم عبد الناصر المصالحة وتوفي في اليوم الثاني، وفاة أضافت إنجازا جديدا على سجل إنجازات الجامعة العربية. آدم شمس الدين، قناة الجديد.